تفيقات حرة بطبيعة الحال، تفيقات حرة. زهري من ولادة 1990، يعني 31 سنة، يعني اللاعب النهضة الأكاديري المبتروني الأطراف، يعني تلحقت يعني في النهضة الأكاديري في 2021، يعني صافي كنت معهم يعني تنلعب معهم داخل. أصلا كنت أنا تنلعب كرة، يعني كاينة كرة في رجلي، يعني الحلم ديالي هي الكرة، يعني خا حيدت الرجال ورجلي حيدت، يعني السبب ديالها هي الكرة، والله العظيم السبب ديالها هي الكرة. يعني تلاقيت مع واحد الدري ضربني في الركبة، صافي إصابة، بدات يعني معاناة ديال الرجل هنا السبيطار هنا حتى قالوا لي خصك تحيد الرجل في 2015. صافي ما اضطريت يعني ضروري نحيدها، يعني ما حيدتهاش تخرج على حياتي، يعني صافي من إرادة الله عز وجل يعني حيدت ذاك الرجل، يعني صافي الحمد لله وبدات حياتي من أزيرو الحمد لله. يعني أنا حلم ديالي هي الكرة، تنقلب ديما يعني تلعب مع الدراري ديال الزنقه هكا ديال يعني دي اصدقاء ديالي تلعب معاهم ديما كره. صافي يعني دخلت مع الجمعيه ديال النهضه الاكاديريه المطوري الاطراف، يعني في مدينه اكادير، يعني هي الرئيسه ديالها هي نزهه التركزي، يعني الرئيسه ديال الجمعيه تنشكرها بزاف، يعني هي اللي يعني وقفت معنا من بدايه ديال المسار ديال الكره ديالنا، والدراري حتى هما تنشكرهم اللاعبين ديالنا. يعني حتى حنا الفرق ديالنا ديال المنتخب المبتورين الاطراف، يعني حتى هما وصلوا، كنت دوزت معاهم واحد المعسكر في مدينه الرباط، صافي من تما صافي ما بديتش معاهم. صافي يعني هاد المفاجاه هادي، يعني التربورت اللي جا مفاجاه، يعني ما يعني تصدمت، يعني صراحه قلت تصدمت على هاد المطر اللي جابوا لي المحسنين عند جمعيه الخير، تنشكرهم من القلب، يعني كل شيء ما ساهم بقلب وبكثير تنشكرهم بزاف، يعني والله العظيم الا ربي شاهد، يعني تنشكرهم وتنشكر السيده زهد ركزي، تنشكر كاع من ساهم بقلب وبكثير هذه المبادره الطيبه، يعني تنشكرهم بزاف في مدينه اكادير، يعني فيهم الناس يعني الخير، يعني باقي ولاد الناس، باقي ولاد الناس الحمد لله، يعني بلاد ما يخرج من الاعاقه ديالو الحمد لله غادي يوصل، غيوصل ان شاء الله، وكل شيء ديال الله عز وجل. نتمنى التوفيق للجميع. يعني الرسالة ديالي ديال المجتمع، يعني أي واحد عنده إعاقة ولا مسدود في الدار ولا تيقول لا أنا عادي جدا، يعني بداية تخرج مع المجتمع، يعني كنت أنا تنضحك معاهم تنلعب معاهم كرة تندبز معاهم كلشي عادي جدا، يعني حتى في تخرجت معاهم ما بقاش مازال تيقولوا لي أنت يعني تيعيطوا لك لا معاق ولا، يعني تيحسبوني بحال عادي بحال منهم، يعني اي واحد عنده ولاد ولا بنت ولا سميتو، يعني كاينين جمعيات، كاينين كاين البطولات، كاين بزاف سميتو، يعني كاينين الهوايات بزاف، اي كاين الباسكيت، كاين كرة القدم، يعني كاين الدراري دابا وصلوا بزاف يعني في هذا المسار هذا الحمد لله، يعني تنشكر الجميع، تنشكركم بزاف انتوما. أسامة كفردة، نائب رئيسة مؤسسة فاعل الخير. احنا اليوم كنتواجدوا في واحد ليفينمون، واحد الحدث اللي من خلاله كنديروا مشروع لواحد من المستفيدين ديال جمعيه النهضه، الفريق النهضه لمطور الاطراف. هذا مشروع سميتو باب الرزق، اللي من خلاله كنخلقوا مشاريع مدارية الدخل للمحتاجين المعوزين، باش يكون عندهم واحد، ما يبقاوش كيعيشوا في الاتكاليه، انه يكون عندهم واحد المصدر مدير الدخل ويكونوا مستقلين على ذاتهم ماليا، وهكا غادي يكونوا منتجين في المجتمع. هذا اول، هذه ثاني نسخه ديال المشروع، واللي كيستافد منها واحد من الشباب ديال الفريق ديال النهضه، وان شاء الله ما غاديش يكون الاخر، ان شاء الله غادي نستمروا في هذا المشروع خصوصا مع فريق ديال النهضه ان شاء الله. اليوم كانت مباراه خيريه مع جمعيه مبادره فاعل الخير اكادير الكبير، وهذه المبادره الهدف منها هو اعطاء واحد تريبورتور للاعب ديالنا اللي كتدخل في الشق الاجتماعي ديال الجمعيه لمساعده اللاعبين. هذا الكاس اللي سميته كاس انهض لمبادره فاعل الخير، هو مشروع نتمناو ان شاء الله منه الاستمراريه السنوات الجايه، وكنتمناو لمبادرة فاعل الخير في المسيرة ديالها ومؤسسة فاعل الخير ان شاء الله النجاح ديالها في هذا
في هذه المبادره وشكرا لهم. وكما كتشوفوا اليوم الحمد لله ان الفريق ديالنا ولا فيه العنصر النسوي 5 لاعبات، واليوم شاركناهم في هذه المباراه خيريه باش نشجعوهم ان شاء الله انهم يشاركوا معنا في البطوله الوطنيه، وعلاش لا يكون عندنا حتى حنايا ان شاء الله على المستوى الجامعي ديالنا تكون منتخب ديال النساء ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.